في كل يوم مر وكل يوم جديد هناك مواقف وقصص حبلى بالعبر، عبر ينبغي أن نتوقف عندها حتى نغنم بالفائدة في رحلة العمر. عبرة اليوم: سلامة الصدر راحة في الدنيا. إليكم القصة. كان طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه. ذات يوم قالت له زوجته: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك. قال: ولما ذلك؟ قالت: أراهم إذا اغتنيت لزموك، وإذا افتقرت تركوك. فأجاب: ذاك والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بذلك. علق الإمام الماوردي عن ذلك فقال: انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل، فجعل قبيح فعلهم حسنا. القصة رويناها، وكما يقال العبرة لمن يعتبر. دمتم سالمين، وألقاكم في موعد جديد.